رمضان أهلا مرحبا رمضان ناس كتير بتسأل ان هما مش بيش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب حابب بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي ليست في لكل صف لكل صف بيكون لهم بلاي ليست كامله بينزل عليها فيديوهات الترم كامله وبالترتيب كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناه وبعد كده هتلاقي هنا في حاجه اسمها بلاي ليست او قوائم التشغيل هتقعد بقى تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتابعه وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازله بالترتيب وما تنساش ان انت دعمنا بلايك ولو انت لسه اول مره تتفرج علينا يا تشترك في القناه لسن <applause> 3 بيتكلم عن حاجه اسمها سولفنج ذا رايت انجل ترينجل يعني هيجيب لك رايت انجل تمام ويجي لك طلع لي منه بقى الايه السايد الاوبوزيت هايبوتنوس الميجر بتاعت الانجل الكلام ده تمام يعني الحاجات اللي احنا كنا اخدناها في بريب 3 عندك مثلا اهوت زي مثلا لما يجي يقول لك هنا ايه الساين بيكون ايكوالز الاوبوزيت اوفر الهايبوتنوس الكوزاين بيكون ايكوالز الادجيسن اوفر هايبوتنوس الحاجات اللي انت عارفها دي طيب هو الدرس اسمه سولفنج ذا رايت انجل ترينجل بص الدرس ده كله عامه فيه رول مهمه قوي قالك لك ان انا ممكن احل اي ترينجل احل اي ترينجل اي ترينجل اعمل سولفنج لاي حاجه جوه ترينجل بس شرط ايه الشرط ده ان لازم يكون في على الاقل في وان سايت في سايت موجود اللينس بتاعته موجوده يعني لو جاب لي ترينجل ما فيش فيه سايد يعني جاب لي انجلز بس جاب لي انجل دي بكذا ودي بكذا اعرف اطلع السايد لا مش هعرف مش هعرف يبقى لازم يكون فيه على الاقل سايد سايد يعني يجيب لي وان سايد ده او ده او ده اعرف بقى اطلع اي حاجه موجوده جوه ترينجل ما فيش سايد مش هعرف احل. هو الدرس بيتكلم عن ايه؟ ما انا قلت لك هو بيتكلم عن حاجه اسمها Solving Right Angle Triangle. تعالى كده ندخل على حل الاكسرسايز على طول. شوف هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا The right Angle Triangle can be solved. The right Angle Triangle can be solved in each of the following cases except يعني ممكن احلها في اي حاله ما عدا. هل ترى زي بالعكس ده لو جاب لي اللينس اعرف احل. The lens of the two sides لا برضه ينفع. ال ام إيه اللي هنا ميجر اوف ذا تو انجل اه يعني جايب لي بس في الرايت انجل ترينجل ميجر اوف ذا تو انجل كده مش هعرف احل الرايت انجل ترينجل مش هعرف اطلع فيه اي حاجه هو جايبها لي انا مش عارف اطلع فيه اي حاجه هو جايبها لي فاقول له هنا ميجر اوف ذا تو انجلز يبقى هي دي اللي هتكون الاجابه يبقى انا دلوقتي اللي بيجي يقول لي ذا رايت انجل ترينجل كان بي ان اتش اوف ذا فولون كيسز اكسبت اكسبت ما عدا ايه في حاله ايه لما يجيب لي هنا انجلز في الحاله دي انا مش عارف مش هعرف اعمل حاجه في الترينجل دوت طيب هنا بيجي يقول لك بقى انا عايز الأنسو في الاي سي الاي سي ده اللي يعتبر اللي هو الهايبوتنس الاي سي يعتبر الهايبوتنس انت عندك هنا الانجل وعندك الاوبزيت للانجل وعايز هنا الايه الهايبوتنس يبقى الاوبزيت والهايبوتنس يبقى انت كده بتتكلم في الساين يبقى انا اقوله كده ساين 32 تو يكون ايكوالز الابزت اللي هو الاي بي اللي هو 7 ديفايد الهايبوتنوس اللي هو من الاي سي وبعد كده نعمل كروس ملتيبيكيشن دي هتيجي مكان الاي سي هيكون 7 ديفايد ساين 32 ديفايد uh, 7 ديفايد ساين 32 هنعملها اعملها هتطلع لك ب 13.2 طلع لك هنا 13.2 طيب اللي بعديه برضو هو ده الدرس على فكره ما فيش اي حاجه بقى ايه هيجيب لك بقى شويه اشكال بقى وكلام من ده بس ده الاساس بتاع الدرس الاكس واي الاكس واي اللي هو الايه الاوبزيت وجايب لي هنا الايه الهايبوتنس يبقى الاوبزيت والهايبوتنس يبقى برضه هنجيب الساين ساين 35 هتكون ايكوالز الاوبزيت اللي هو الاكس واي اوفر هايبوتنس اللي هو الاكس زد اللي هو هيكون كام هنا 12 هنعمل دي ايه اوفر 1 ونعمل كروس مالتيبليكيشن هيكون عندك الاكس واي بيكون ايكوالز ساين 35 ملتبلاي 12 هنعمل لك الكريتور هيطلع لك ب 6.9 طيب كويشن نمبر 4 هنا بيقول لي ذا لينس في البي سي لينس في البي سي جاب لي هنا ادجيسن وجاب لي هنا الهايبوتنس ادجيسن والهايبوتنس يبقى ده كوزاين كوزاين 42 هتكون ايكوال زي الادجيسن اللي هو السي بي ديفايند الهايبوتنس اللي هو هيكون هنا ليه 18 هنعمل كروس مولتيبيكيشن هيكون عندك هنا ان السي بي هتكون ايكوالز كوساين 42 ملتي بلاي الاي تي كوساين 42 ملتي بلاي الاي تي هتكون ايكوالز 13.3 على الكلكليتور يعني تعملها له بالابروكسيميتنج ابروكسيميتلي هتطلع لك بكام ب 13 تمام كده طب هنا بيقول لك لينس في البي سي برضه في المساله ديت البي سي اللي هو ده سايد ده الادجيسنت خلي بالك ده الهايبوتنس عشان بيكون اوبزيت الرايت انجل يبقى ده 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 اللهم صل على رسول الله هو عايز ان الانجل هنا اهيت اه الانجل ده الاوبزيت وده الايه الادجيسنت يبقى انا بقول له كده الاوبوزيت والادجيسنت يبقى احنا كده بنتكلم في تان تان 45 12 بيكون ايكوالز الاوبوزيت اللي هو هيكون 6 والادجيسنت اللي هو هيكون هنا مين البي سي هنعمل كروس مولتيبيكيشن البي سي هتيجي مكان مين التاني يبقى انا له كده ان البي سي هتكون ايكوال 6 ديفايد دي هتيجي مكان دي 10 45 12 هتعملها على الكالكوليتر برضو يطلع لك ب ابروكسيميت يعني هتطلع لك ب 6 يطلع لك ب 6 طيب <applause> هنا بيقول لك ميجر انجل سي انا بقى عايز الميجر انجل جايب لك هنا السايد هنا جايب لي الاوبزيت وجايب لي الادجيسن اوبزيت وادجيسن يبقى التان يبقى التان سي اقول له هنا 5 اوفر 6 ونعمل بقى على الكالكليتور هنعمل هنا شيفت تان 5 اوفر 6 هتطلع لك على الكالكليتور 69 بالديجري طبعا 48 مينت و20 سكند يعني ديت هتكون 39 48 هتكون هنا ليدر بي تريانجل ABC ماشي از رايت انجل ترينجل ات بي وبيقول لي هنا ان الاي بي بيكون ايكوالز 5 سنتيمتر والبي سي 5 روت 3 وبيقول له هنا ميجر انجل سي بي هتطلع لك بكام؟ نفس الفكره برضه يعني نفس الفكره برضه ده الاوبزيت وده الادجيسنت يبقى اقول هنا 10 سي هتكون ايكوالز الاوبزيت اوفر 5 اوفر 5 روت 3 تمام هتعمل اللي سمبليفاي يطلع لك 1 اوفر روت 3 اقول له بقى على الكلكتور شيفت 10 شيفت 10 سي شيفت 10 سي هتطلع لك ب سي دي على الكلكتور شيفت 10 هتطلع بسيرتي 30 شيفت 10 5 اوفر روت 3 او 1 اوفر روت 3 يطلع لك بكام بسيرتي 30 <applause> طيب <applause> كويشن نمبر 8 بيقول لك هنا الاي بي ايكوالز اه برضه نفس الفكره هو الدرس كله كده هو الدرس كله كده بس في افكار جايه برضه خلي بالك يعني انت عندك هنا ده الاوبزيت وده الادجيسنت اه اوبزيت و ادجيسنت بقت يبقى انا اقول له 10 هنا 20 هتكون ايكوالز الاوبزيت اللي هو الاي بي والادجيسنت اللي هو هيكون مثلا هنا ال98 ودي اصلها اوفر 1 هنعمل كروس مالتبليكيشن هيكون هنا الاي بي بتكون ايكوالز tan 20 مالتبلاي 98 هتعملها على الكريتور اه uh, هتعملها على الكريتور هتطلع لك بكام

انجل ايه ديت هتاخدها 0.925 عشان نحولها بالديجري هنعمل هنا ديفايد باي ملتبلاي 180 يعني هتعملها كده على الكالكوليتر هيطلع لك بكام؟ 52 59 55 ديجري منت وسكند يعني على الكالكوليتر هيطلع لك كده يبقى انت كده طلعت الميجر انجل سي طيب جايب هنا جايب لك جايب لك هنا 8 البي سي اللينس بتاعتي ب 8 سنتيمتر وعايز هنا الاي سي يعني يعني ده ادجيسنت وده هايبوتنس الادجيسنت وهايبوتنس يبقى ده كده كوزين يبقى انا اقول له كوزين سي كوزين سي اللي هو اصلا معانا هنا هيت 52 59 55 ديجري مينت وسكند هتكون ايكوالز الاوبزيت هو عايز اللينس بتاعت مين؟ وعايز اللينس بتاعت الاي تمام واحنا عندنا هنا اه احنا قلنا الادجيسنت اه اللي بلقيت اوفر الهايبوتنس اللي هو الاي ودي اصلها فير 1 يبقى علشان اجيب الاي سي بقى دي هتيجي مكان دي يبقى 8 ديفايد كوزاين 52 59 55 انا بقى كالكريتر تطلع لك بالابروكسيمتلي 10 بالابروكسيمتلي هتطلع لك بكام؟ ب 10 سنتيمتر طب هنا بقول لك اي بي سي از رايت انجل ترانجل اتا بي برضو ماشي هو كده ليه؟ اتا بي هنا إيه بي سي ميجر انجل سي 54 13 بي سي 20 انا عايز الدنس بتاعت الاي بي طب ما عادي ده الاوبزيت وده الادجيسنت يبقى ده هيكون هنا التاني يبقى تاني السي اللي هو 54 13 ديجري منت هيكون ايكوال الاوبزيت اللي هو الاي بي اوفر مين السي بي اللي هو هيكون بكام ب 20 ده اصل اوفر 1 ونعمل كروس ملتبليكيشن هيكون عندك هنا الاي بي بتكون ايكوال 10 54 تجري 13 مينت ملتبلاي 20 تمام هتعملها كالكريتور هتطلع لك تقريبا 27.7 بالابروكسيميت يعني هنا بقى بيقول لك ان ويتش اوف ذا فولونج فيجرز ذا ترينجل اي بي سي كان نوت بي سولفد مين هنا الترينجل اللي مش هينفع ان احنا نحله انا لسه قايل لك اللي مش هينفع ان احنا نحله اللي بيكون فيه انجلز لو لقيت تراينجل ما فيش فيه سايد اللينس بتاع سايد يبقى مش هينفع ان احنا نعمل له سولفنج خالص ان شاء الله في ثانيه ثانوي بقى تعرف بقى في ثانيه ثانوي تعرف بقى ان شاء الله اما هنا لا فهتكون مين بقى اللي مش هينفع ان هو يتحل خالص هكون طبعا الوضع هنا هو هيكون ليدر دي لأنه جايب لي الانجلز انا مش انا ما اعرفش انا أحله والانجلز موجوده لازم أن يكون اتليست على الاقل يكون فيه لينس اوف ايه وان سايد طيب بيقول لك هنا بيقول لك هنا ترينجل اي بي سي او اي بي سي از رايت انجل ترينجل ات اي فبيقول لك هنا انا عايز اللينس بتاعت البي سي مش لينس هو بيقول البي سي بيكون ايكوال زي البي سي بتكون ايكوال إيه طب تعال نشوف كل واحده منهم ازاي بيقول لك هنا الاي بي ملتبلاي ساين سي يعني هو جايب لك ساين سي تعالى كده هات الساين سي الساين سي بتكون ايكوالز الاوبزيت اوفر الايه هايبوتنس اللي هو الاي بي اوفر البي سي هو عايز طبعا الايه البي سي عشان نجيب البي سي من الريليشن دي دي هتيجي مكانها يبقى الاي بي اوفر ساين سي هو جايب لك هنا بيقول لك الاي بي ساين سي غلط طب نجرب هنا هنا مين الكوسيك؟ الكوسك اللي هو يعتبر الريسبروكال بتاع مين؟ بتاع الساين فهنجيب برضو الساين ساين سي طب ما معانا هنا اهيت ساين سي وعشان نجيبها بالكوسك وعشان نجيبها بالكوسك بص بقى احنا احنا معانا ساين سي اهيت تمام وهي عشان نجيب البي سي هي نفس الريليشن اصلا فممكن احنا نجيب الريسبروكال بتاعت الساين سي يعني طلعها فوق من الاخر يعني لما نيجي نطلعها هنا فوق في النيمريتور هتبقى ايه؟ هتبقى كوسك هتبقى صح كوسك هنجيب الريسبروكال هتبقى الاي بي بلاي الكوسك سي يبقى هي دي الريليشن اللي تكون هنا اللادر بي ليه؟ لانه جابها بالريسبروكال يبقى انت بتجرب كل واحده من اللي تشوز وتشوف مين الريليشن هتطلع لك صح برضه هنا نفس الحركه برضه بيقول لك هنا الاي بي انا عايز اعرف الاي بي طيب الاي بي جايب لي هنا تان بي طب تعالى كده نشتغل في تان بي تان بي بيكون ايكوالز هنا الاوبزيت الاوبزيت اوفر الادجيسنت اللي هو الاي سي اوفر مين؟ الاي بي هو عايز الاي بي الاي بي هنا؟ اه دي تيجي مكانها هيكون عندك الاي سي اوفر ايه؟ تان بي بيقول هنا اي سي ملتبلاي بي ولا لا؟ دي لا تمام طب نجرب اللي بعديه السك السك هو يعتبر الريسيبوكات بتاع مين؟ بتاع الكوزين يبقى كوزين البي ال بي الادجيسنت اوفر الهايبوتنس اللي هو الاي بي اوفر الهايبوتنس اللي هو البي سي على فكره مسألة دي طويله شويه ونعمل كروس مالتبليكيشن وعايز الاي بي يبقى 1 مالتبلاي الاي بي هتكون الاي بي ودي مالتبلاي دي هيكون عندك البي سي كوزاين ال بي جايب لي هنا السك طب حتى لو جبنا الريسبروكال بتاع دي هتبقى بالديفايد يعني علشان نجيب دي بالريسبروكال نجيب الريسبروكات بتاعتها هي أصلها اوفر 1 هتبقى ديفايد تحت بي سي ديفايد الكوسك او السك هنا بيقول لي ملتبلاي لا طب ناخد السي جايب هنا كوسك البي كوسك البي اهيت الاي سي ملتبلاي الكوسك البي هنا جايب لي البي سي خلي بالك هنا ده لا تبقى غلط ما دي هي دي على فكره طب الكوتان ولا اتلخبطت ولا ايه هي دي هي دي خلي بالك دي هي دي كوستك البي وهنا وهنا جايب لي الاي سي واحنا معانا هنا البي سي وكمان حتى لو جابنا الريسبكول هتبقى بالديفايد هنا جايب لي ملتبلاي فمش هتنفع يعني الكوسك ما بتجيش ملتبلاي بتجيب بالديفايد نجرب الكوتان اكيد الاخيره دي الكوتان بتاعت البي هنجيب الكوتان هي الريسبكول بتاعت التاني فهجيب التاني البي الاول تاني البي بتكون ايكوال ذا اوفر الادجيسنت اللي هو الاي سي اوفر مين الاي بي طبعا هو عايز الاي بي يبقى اقول له هنا ان الاي بي هتكون ايكوالز دي تيجي مكانها هيكون عندك الاي سي اوفر تان البي طب نجيب احنا عايزين بالكوتان بعدين نطلعها فوق هتطلع بالكوتان يبقى الاي سي ملتبلاي كوتان البي فعلا هي ديت اللي هتكون هنا الايه الاجابه يبقى انت مضطر انك تمسك كل واحده وتقعد تحل وتقعد تفكها يعني طيب السؤال ده بيقول لك هنا ايه The opposite figure represents three adjacent squares. تمام سايد side lengths إتش each of them. Side lengths of H. 2 سنتيمتر يعني ده اللي عندك كل واحده منهم هتطلع بكام ب 2 هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2 و2 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 ده غير كمان السايدز اللي كون اللي جوه كمان فهو عايز اللينس بتاعت مين؟ بتاعت البي سي بيقول لك هنا عايزين اللينس بتاعت مين؟ ده, ده دي سي فين البي سي بي سي بي سي فين؟ اهي حتة الصغنطوطه دي طب اجيبها ازاي دي؟ انا اجيبها ازاي؟ هقول لك حركه حلوه قوي احنا عامه يعني هنبص على الترينجل دوت، احنا هنجيبها من الترينجل دوت. ده دا لو جيت تلاحظ هتلاقي ان ده رايت انجل ترينجل. ده رايت انجل ترينجل. طب انت معاك ون سايت بس معكش انجل. ده طيب يكون معاك انجل عشان تعرف تطلع. ماشي؟ تحل. طيب انت لو جيت تلاحظ هتلاقي ان انت عندك هنا دي 2 دي 2 دي 2. تمام. وعندك هنا ان ال ال اللي هو السايد ده برضه هيطلع لك ب 2 السايد ده كله على بعضه طبعا انت عارف ان ده هيكون رايت انجل ترينجل اللي هو الترينجل اللي هو ده اهوت يعني نبص على الترينجل اللي هو ده ده رايت انجل ترينجل هنقول مثلا هنا ام اي ام دي ده رايت انجل ترينجل انت عندك السايد ده 2 بلس 2 بلس 2 كل ده ب 6 ده ب 6 سنتيمتر وده هيكون عندك ب 2 تمام ايه رايك لما نيجي نجيب الانجل دي ميجر انجل ام دي اي طب ليه هقول لك دلوقتي ميجر انجل ام دي اي جيبها بقى عن طريق الساين والكوزين ولا التان تعال نشوف اول حاجه انا موجود عندي هنا الاوبزيت وده الادجيز يبقى التان يبقى انا اقول له هنا التان الانجل دي بيكون ايكوالز الاوبزيت اللي هو 6 اوفر الادجيز اللي هو 2 لحد كده تمام تمام يبقى انا كده طلعت الانجل دي بكام ب 3 تان ميجر انجل ام دي اي 6 اوفر 2 ب 3 استفدت ايه يعني استفدت ايه استفدت ان إيه؟ الميجر ان اصلا عندي الميجر انجل دي اللي هي الام دي اي هتكون ايكوالز ميجر انجل بي سي اي باي كورسبوندينج باي كورسبوندنج انت عندك دي انجل اصلا دي 90 ودي 90 استوى نعيد تاني عشان انت تهت مني هتقول لي جيت منين ما في بارالل جيت منين البارالل ما انت عندك الانجل دي اه دي 90 هتقول الانجل دي برده ب 90 الميجر انجل دي ايكوالز الميجر الانجل دي باي كورسبوندنج يبقى يكون عندك البي سي بارل مين مثلا الام دي اه اه فاحنا لما طلعنا الانجل اللي هي التان الميجر انجل ام دي اي هتكون ايكوالز برضه ميجر اه تان ميجر انجل بي سي اي هي دي الفكره اللي احنا هنشتغل عليها يبقى تان ام دي اي هساويها ب تان انجل بي سي اي فهمت؟ فهمت الفكره؟ ماشي إحنا مطلعين tan MDA ب 6 over 2 اللي هي ب 3 أصلاً طب و 10 BCA؟ tan BCA هي اللي هي الأنجل دي بتكون الأوبزيت اللي هو ال AB والأجيسنت اللي هو ال BC اللي إحنا عايزينها أصلاً ال AB أصلاً ب 1 يبقى 1 over ال BC هناخدها نحطها هنا نعمل كروس مالتبليكيشن طبعاً أنت عندك أنا زي ما قلت لك دي أصلاً ب 3 6 over 2 ب 3 هيكون هنا 3 بي سي ايكوالز ال1 يعني البي سي هتكون ايكوالز لاي ثيرد البي سي هتكون ايكوال ثيرد يا رب تكون ايه فهمنا الفكره لا مش ثيرد انا طلع دي 1 ثواني اه معلش اسف احنا قلنا دي بي 1 دي هي 2 معلش انا نسيت خالص احنا هنا قلت برضو في حاجه احنا عندي هنا ديب 2 الاي بي ديت احنا ناسيين ان ديب 2 سنتيمتر لان هو اللي كان قايل لي هنا 2 اوفر الاي البي سي يبقى هنا 2 اوفر البي سي تمام ودي طبعا ب 3 هيبقى 3 بي سي ايكوالز 2 هنعمل ديفايد 3 وهنا برضه ديفايد 3 هنكنسل ده مع ده فالبي سي يطلع لك بكام؟ ب 2 اوفر 3 بس كده هنا بيقول لك ايه برضه؟ لينس في البي سي المساله دي على بتوع بريب 3 لينسو في البي سي حاضر انت عندك هنا في بارل اه فالان ميجر انجل 1 هتكون ايكولز ميجر انجل 2 باي الترنيت طب ميجر انجل 1 نجيبها ازاي يا اما ساين يا اما كوزين يا اما تن نفس المساله اللي فاتت يا اما ساين يا اما كوزين يا اما تن اللي موجود عندي هنا ده الاوبزيت وده الادجيز يبقى تان يبقى انا كده عرفت ان تان انجل 1 هتكون ايكولز تان انجل 2 التان بتاع ديت هتكون 3 اوفر 4 هسواه بال10 ميجر انجل 2 خلي بالك انه قال لك اللينس في البي سي تمام المفروض كنا نجيب اللينس بتاعت البي دي بسجر السيرم هتطلع لك ب5 يبقى 10 ميجر انجل 2 بيكون ايكوالز الاوبوزيت اللي هو البي سي اوفر ادجيس اللي هو البي دي اللي احنا طلعناه بكام ب5 غلط غلط مننا يبقى 4 بي سي نعمل كروس مالتبليكيشن 3 مالتبلاي 5 يطلع لنا ب15 ديفايد ال4 وهنا برضه ديفايد ال4 هنكنسل ده مع ده يبقى البي سي هتكون ايكوالز ال 15 اوفر ال 4 نحولها بالميكسد هيطلع لك ب 3 اند 3 كوارترز اللي هي ديت حتى لو جيت تشوف 4 باي 3 ب 12 بلس 3 هيكون ايكوالز ال 15 هي دي طب هنا في المساله ديت بيجي يقول لك احنا عايزين لينس في البي دي فكره المساله ان احنا نحل دي الواحده ونحل دي الواحده من 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 ده وترانجل ده ونجيب السم بتاعتهم، يعني هنجيب الانسب بي سي من ترانجل اي بي سي. انت عندك هنا الانجل هنا اهوت وده الاوبزيت وده الاجينز اللي له هنا 10. تان. 1045 تان هتكون ايكوالز البي سي اوفر الاي بي اللي هو بكام ب 20؟ 1045 ب1 يعني البي سي هتكون ايكوالز 20. يبقى 1 ايكوالز البي سي اوفر 20، يعني البي سي هتكون ايكوالز 20 سنتمتر. يبقى عرفت خلاص ان دي بتكون ب 20 سنتيمتر طب عايز عايز اجيب اللينس اوف سي دي نفس الكلام برضو هنجيبها من هنا الانجل ايت وده الاوبزيت وده الادجيزن برضو اقوله تان 10 20 بيكون ايكوال زي دي سي اوفر الاي دي اللي هو هيكون بكام ب 25 وده أصلاً اوفر 1 هنعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى دي سي هتكون ايكوالز 10 20 multiply 25 هتعملها كالكليتور هتطلع لك 9.09 بالابروكسيمتلي يعني هنجيب ده بقى بلس ال 20 يبقى ال B دي هيكون ايكوالز 20 بلس 9.09 هيطلع لك في الاخر بي بالابروكسيمتلي 29. فكره المساله سهله طب تعالى بقى نبص في المساله دي يمكن ABC is an isosceles triangle وبعدين وقال لك هنا الاي بي ايكولز الاي ماشي ايكولز كام؟ 14.8 وهنا برضو 14.8 ميجر انجل A اهيت 64.32 ديجري منت انا عايز اللينز بتاعت البي سي احنا هنا لازم لازم نعمل كونستراكشن ما هو انت عشان تجيب تستخدم الساين والكوزين والتان لازم يكون عندك رايت انجل ترينجل وده ما فيش هنا رايت انجل ترينجل فهنضطر ان احنا نعمل كونستراكشن لو اقول له مثلا هنا AD. دي فبيكون بربندكولر وفي الايسوسيس مادام ما دام ايسوسيس وفي الهايت بيكون بربندكولر يبقى لازم يكون الدي ميد بوينت اوف مين اوف البي سي الدي هيكون ميد بوينت اوف مين اوف البي سي يبقى الانجل ايه دي بقى هنعملها ديفايد تو لا دي ميجر انجل ايه دي ما هي ميجر انجل ايه جايبها لي كلها على بعضها 64 اند 32 مينيت يبقى المفروض بقى انا هم هنا انا هنا عامل ايه ديفايد تو ليه علشان الاي دي ده باي سيكت الفيرتكس باي سيكت الفيرتكس طيب يطلع لك كل انجل منهم بكام بقى؟ هناخد النمبر ده ونعمله ديفايد 2 على الكالكليتر هيطلع لك ب 32 16 يبقى 32 16 هنا الدي سي عايز الدي سي وجايب لي هنا بقى ايه اللينس بتاعت الاي ال سي اللي هو الهايبوتنس فاقول له هنا ساين ده الاوبزيت وده الهايبوتنس يبقى ساين ساين 32 16 مينت هتكون ايكوالز الدي سي اوفر مين اللي هو الاي سي اللي هو اصلا 14.8 دي أصلة اوفر 1 هنعمل كروس ملتبليكيشن يبقى الدي سي هتكون ايكوالز ساين 32 16 ملتبلاي 14.8 ملتبلاي 2 كمان بالمره لان انت عندك الدي سي هتكون ايكوالز الايه الدي بي ملتبلاي 2 كمان بالايه بالمره هتعملها بالابروكسيميت على الكالكليتور يطلع لك 15 15.8 تمام المساله ديت بيجي يقول لك ان الاي دي ايكوالز البي سي ملتبلاي الاي دي ايكوالز البي سي دي سي برضه انت مضطر حضرتك انك تمسك كل واحده من ديلت من دولت وتفكها وتشوف هل يا ترى هتطلع نفس الريليشن ولا لا؟ طيب هعمل ايه؟ ساين اي سي بي سي بي الساين أهيت الساين بيكون الاوبوزيت اللي هو الاي بي اوفر الهايبوتنس اللي هو البي سي ما تنساش ان انت كمان هتجيب مين البي سي بلاي بي سي يعني انت بتبدا الريليشن بتاعتك من اول بي سي لان احنا عايزين بص فكره المساله ان احنا هنمسك كل تشوز ونفكها ونشوف مين اللي هيطلع لي الاي دي بس من بعد الايكول هتاخده معاك ملتبلاي ساين دي اي سي دي اي سي لا دي الساين بيكون ايكوالز الابوزيت اللي هو CD دي اوفر hypotenuse اللي هو الاي سي طيب هنعمل ايه بقى؟ احنا هنكنسل بي سي مع البي سي بقى عندك هنا الاي بي ملتبلاي سي دي ديفايد الاي سي لا مش هيري مش هيري نمسك الثانيه كوزاين اي سي بي كوزاين اي سي بي الكوزاين بيكون ايكوالز الادجيسنت اوفر الهايبوتنس يبقى نبدا الريليشن بتاعتنا بالبي سي اللي هي ديت ملتبلاي زي ما قلنا الادجيسنت اللي هو الاي سي اوفر الهايبوتنس اللي هو البي سي كوزاين دي اي سي برضه الادجيسنت اللي هو الاي دي اوفر الهايبوتنس اللي هو مين الاي سي تيجي تبص هنكنسل ده مع ده ونكنسل ده مع ده ما ده اصله اوفر 1 هيبقى الريميندر عندك هنا الاي دي فهي دي فعلا اللي هتطلع لي الاي دي هيبقى الانسر هنا يكون تشوز ليتر دي الليتر بي طيب في المساله ديت بيجي يقول لك انا عايز اللينس اوف سي دي انا عايز لينس اوف سي دي مع العلم جايب لك الانجل بتوين يو دي ب 30 طيب مفيش مشكلة مش اللي عندك الانجل بسيرتي اه فالاوبزيت سايد هيكون ايكوالز الهاف, الهاف الهايبوتنس. الريت انجل ترينجل فاللينس في الاي سي ب 12 وصلت تمام تعال بقى نشوف تعالى بقى ايه نشوف نجيب اللينس بتاعت السي دي احنا دلوقتي معانا الانجل ومعانا الادجيسنت ومعانا وعايز الايه الهايبوتنس يبقى الكوزين كوزين 20 هيكون ايكوالز الادجيسنت اوفر الهايبوتنس اللي هو السي دي وبعدين هنغير الاماكن السي دي هتبقى 12 اوفر كوزين 20 تيجي تبص هتلاقي التشوز دي مش موجوده طب ايه رايك بقى ما فيش قدامي غير اني اخد الكوزين دي اطلعها فوق لما تطلع لفوق هتطلع بالريسبروكال بالايه؟ بالسك يبقى 12 سك 20 12 سك 20 هتقولي لي برضو ما مش موجوده برضو احنا هنفك كل واحده من دولت لحد ما الاقي واحده هتطلع لي مثلا 12 سك 20 في واحد يجي يقول لي ايه طب انا هوجع في دماغي ليه طب انا ممكن اشوف ديت هتطلع بكام واجرب في واحده من دول برده ونشوف هتطلع بنفس الفاليو ولا لا اقول لك صح تمشي تمشي صح تعالى كده نمسك الاولى دي نفكها كده 6 ماشي ملتبلاي هنا بيقول لك الايه كوسك هنا بيقول لك كوسك 30 انا اصلا الكوسك دي هي السوبركال بتاعت مين بتاعت مين بتاعت الساين يعني ديت اصلا في الاساس هتكون 1 اوفر ساين 30 ملتبلاي السك 20 اهي السك 20 موجوده طب تعالى كده نشوف دي 6 ملتبلاي 1 اوفر ساين 30 لو عملتها على الكالكليتور 1 اوفر ساين 30 هتطلع لك ب 2 دي لو عملتها على الكالكليتور هتطلع لك ب 2 يبقى 6 ملتبلاي 2 12 ملتبلاي وما تنساش ان في هنا كمان ايه 6 20 فهتكون تشوز ليتر ايه هيكون هو الايه الاجابه اللي بتكون ايكوفالنت لمين؟ للي احنا طلعناه في الاساس اصلا مش عايز تعمل الكلام ده خلاص امسك كل واحده من دولت وامسك ديت برضو وشوف الفاليوز اللي هتكون ايه شبه بعض وخلاص مساله ديت جايب لك هنا ABC بي سي از رايت انجل ترينجل ات بي دي 5 ودي سي تو الفا وجايب لك اللينس بتاعت الدي بي 5 اوفر روت 3 واللينس اوف سي دي 10 اوفر روت 3 اه وعايز هنا بقول لك سيك الفا ماينس ساين سيتا امم تمام هنجيب له واحده ونجيب له واحده اكيد اكيد تعالى نمسك الالفا السيك بتاعت الالفا سيك الالفا هنعمل فيها ايه؟ انا عارف طبعا انا عارف ان الالفا دي الالفا دي بكام 60 ليه هقول لك دلوقتي احنا عشان نجيبها انا عندي هنا الادجيسنت وعندي هنا الاوبزيت هنجيب هنا التان الالفا بيكون ايكوالز الاوبزيت اوفر الادجيسنت هنا هيكون هنا ايه الادجيسنت هنا 5 اوف 5 روت 3 هنكنسل ده مع ده والروت 3 هتطلع فوق في النمريتور هتطلع بروت 3. 10 شيفت 10 روت 3 هيطلع لك ان الالفا الالفا ب 60 ديجري يا ابني عرفت دي بكام 60؟ يا ابني عرفت انجل دي بكام 60؟ يبقى الانجل دي ب 30. فالاوبزيت سايد اه هيكون ايكوالز الهاف الهيبوتنس. يعني معنى كده الهيبوتنس ده هيكون ايكوالز الدبل. يعني 5 اوفر روت 3 ونعملها ملتبلاي 2 هيطلع لك ب 10 اوفر روت 3 تمام تمام انت عندك هنا الانجل دي الانجل دي لو جيت تلاحظ هتلاقي ان السايد ده ب 10 اوفر روت 3 معاك واللينس اوف سي دي برضه ب 10 اوفر روت 3 معنى كده ان الترنجل ده هيكون ايسوسلس يعني هنا سيتا الانجل اي هتكون ايكوالز الانجل سي الانجل ايه هتكون ايكوالز الانجل سي انا عندي الانجل دي اكسترير انجل الميجر بتاعتها ب 60 ديجري يبقى ميجر انجل ايه وميجر انجل سي كل واحده منهم تطلع لك بكام ب 30 دي ب 30 ودي بتطلع لك برده بكام ب 30 دي ب 30 ودي تطلع لك بكام ب 30 برده هو بقى عايز الساين 30 احنا بقى هنطلع سيك الفا سيك الفا دي اصلا ب 60 اللي احنا طلعناه اصلا بكام؟ 60 السك هي الرسيبروكال بتاعت مين؟ بتاعت الكوسين. يبقى كوسين 60. يبقى كوسين 60. اقول له هنا كوسين 60 هيطلع لك بكام؟ 1 over 2 فلما نجيب الرسيبروكال بتاعت السك هيطلع لك ب 2. ماينس ساين 30. ساين 30 هتكون ايكوالز 1 half. 2 ماينس 1 half هيطلع لك ب 3 over 2. يعني 1.5. او 3 over 2.